تراب فوش اليوم لأعوان شركة النقل. اليوم ما فماش متروات، اليوم برشا ناس تعطلت بسبب إيقاف زميلهم على إثر سقوط الطفل من عربة المترو الاثنين الفارط. شنو رأيك؟ والله ما لقيت من قوة خاطر بالحق جيت لهم تعذر تو مثلا تو علاش ترشقوا في البيبان يعني؟ علاش خويك تطلع تحل الباب؟ علاش ما تبقاش في بلاصتك؟ علاش ما تشدش هما يطلعوا واحد مفاجئ؟ الكل عملناه مش نكذب عليك، عملتهم حليت بيبي. لما خويا اختار بالليل تشوي ميمتك على رويحتك كيك اخويا وساقك تقصد كاش حتى بقيت حي يعني زدمت على البلاصه حاجه تغيظ برشا. وحتى يعني كشيفور كيبدا يسوق نورمالمون يسكر بيبان الكل، خويا يحطوا عوين ما يسالش في المتروات، خويا خلوهم يسكروا بيبان الكل، خليهم خويا العوين كي تطلع خويا تسكر بيبان الكل، ما يبقى حد البر. واصلا كي العباد الكل طولت كلها تطلع ترشخ باب ويبقى في الباب يبقى هاكا مسكين جيت ترزيه في عمره مسكين ها لا ترستنا حتى عباد تو واقفه على خدمه ما نجمتش كيفاش تجي. ترانسبور في تونس تعبنا ياسر، كانت قبل كل ربع ساعة نرقاو كار نطلعوا فيها، توا تبدا تستنى في الكار بالساعة غير ربع. شبيه لا مازال الوقت، الجماعة توصل الباجة وجان دوبة وإحنا مازلنا نستنى في الترانسبور. ما فماش وقت فيكس يخرجوا فيه، ملي يخرج، ما عندناش بروجرام قاعد يتبعوا فيه يتبقوا فيه. اليوم صارت لي غريبة، وقفت تاكسي نستنى فيها ساعة غير ربع. ما في باليش ما اضرار، وقفت تاكسي طلع قلت له خويا باش توصلني للشرقيه ماشي للخدمه، قال لي اختي ريت الكونتور هذاك السوم تاع الكونتور زدني عليه 2000 فرنك. انا تصدمت قلت له سامحني سامحني انا ما سمعتش بالباهي عاود لي خويا، قال لي اي فما اضراب نتاع متروات وما فماش ترانسبور وانا باش نهزك مني نرجع فارغ للشرقيه وهذاك والكيوسك المازوت. سامحني يا اختي سامحني اختي راني تعبت تعبت، كان كنا نهبطوا بالكهرباء، انا عندي راني كهرباء ونخدم في وسط البلاد، ما تساعدنيش نهبط بكهرباء، ما تساعدنيش، كان انا نهبط بكهرباء هذاك بكهرباء، ما فما مواد ترونسبور، علاش احنا ما نتعاونوش نخدموا في الترونسبور نتاعنا؟ بعد تقولوا شوف الكياسات مليانه، يعقل هذا؟ دي نعطيك حتى النمر نتاع البلاكه نتاعو، قال لي هذاك اللي محطوط في الكونتور وتزيدني عليه 2000 فرنك. زدتوا له 2000؟ ما خذيتهاش. قال لي الشيفور تاكسي زميله اش قال لي؟ قال لي قل له اي باهي واخر مركز شرطه هبطوا فيه. يعني استغلال هذا يتسمى؟ شنو استغلال؟ يا ودي قريب باش تتنفس يقول لك بالله على التنفيسه خلص فلوس، يقول لك الدنيا تبدلت، الدنيا ما تبدلتش يا راهو كياسات وكره بمتروات، العقليه تبدلت، لازمك باش تنظف البلاد تنظف العقليه، العقل هو اللي يقودهم. وبعد نظف البلاد، اما دام انت الخمج موجود وتحب تنظف، انت تنظف من هنا والاخر يطلع من هنا، انت تنظف من هنا والاخر يطلع من هنا، رانا تعبنا تعبنا تعبنا. وتكلمنا وما لقينا حتى حل. قداش باش ينظف الرئيس؟ قداش باش ينظف فلان؟ يا قلة الوعي اللي ديجا هز البلاد، ديما نقولوا المسؤولية يتقاسمها المواطن، وعي المواطن والمسؤول. مش المسؤول برك هو اللي قاعد يتحمل المسؤولية، كما اللي صار في المترو اللي نحكيو عليه لهنا المسؤولية يتقاسموها زوز، الشوفور اللي مشى والباب محلول وما وقفش ما علمش الأمن وإلا ما هبطش سكر الباب وقام بالإجراءات اللازمة، والغلط زاد مدفول اللي واقف يلعب في المترو هو اللي خسر في الآخر، إن شاء الله ربي يصبر عائلته. الغلط زاد من الناس اللي كانوا وقف في المترو يقولوا عطلنا والكل، لكن هما ساكتين كي يشوفوا الشيء هذاك، ولينا نعيشوا في أخطر راسي واضرب. ان شاء الله وعي المواطن ينهض شويه، ان شاء الله المواطن يولي واعي شويه، توقتها البلاد ننهضوا بها احنا. تو باللي انت مثلا شيفور خويا فسر لي، ما كان دي خويا تسوق في المترو ريت باب محلول يا خويا نحبس ام المترو، الله لا باش مشي الله لا باش خدمه خويا العبي نحبس خويا نطلب العوين خويا راه عندي طفل خويا مات شنعمل له انا بعد باص انا في جرته حتى انا معايا المتجر ورايا عائله راهو زاد هو شنو هي ذنبه الشيفور ما عنده حتى ذنب راهو زاد يخدم على روح يمشي الصباح يخدم كي تجي انت بالله تطلع في المترو تحل الباب تدا ساقيك تدلوح حمل تالي يا خويا تقصد ساقيك باصي وفي جرتك خويا تطلعوا خويا بنك حط كيتك يا خويا حط كيت حط تليفوني يعني علاش ما علاش مشغول التليفون علاش شاريه لك بوك تليفون ماك باش تريد وترك حط خويا كيت نحط تليفوني خويا بنك عليه زيت عليه رزيت ميمتك فيك تو كيما كان مشويه عليك شوف الله صفور قداش عمرك
مسؤوليتهم هما خاطر التقصير نتاعهم في اهتمامهم بمعداتهم في ما يخص سلامة النقل. المتروات كي يبداو ماشيين ما يحبوش يسكروا الباب، فما تلامذة أولاد صغار يحلوا في المترو يبدأ يلعبوا على الباب، يحل ما هو يكلم ما يسكر المترو، سكر المترو ما يحبش يسكر، بتبيع وش يعمل هو باش يوقف المترو معناتها ويحل الباب ما نشي زاد هكا.